بقى مبسوط لما بتشرفنا وبتنورنا. والف سلام عليك الاول. الله يسلمك. انا كويس تمام زي الفل مفيش حاجه. ربنا يكرمك ان شاء الله. وعايز بس اقول حاجه، يعني انتوا عمالين تجيبوا لي ماتشات اهلي وزمالك واهداف، وانا مع النادي الاهلي واهداف مع نادي الزمالك. وفي ناس كتيره قوي عماله على صفحتك تقول لك انت جايبه ليه؟ انت احنا بنتفرج بنقعد نضحك عليه، او انت بتجيبه عشان الناس تضحك عليه. ده ما نعمل مسلسل كوميدي بقى بدل ما انت تستضيفني والكلام ده. تركز انت برضو في السوشيال ميديا برضو يا كابتن رضا. لا والله ده انا لسه شايفه وانا داخل عندك. يعني بصيت كده بصه. بصيت بصه كده لقيت ما شاء الله كده. انت ارائك بتبقى يعني جدليه شويه يا كابتن رضا. يعني انت لعبت اهلي والزمالك. ولعبت منتخب مصر. هو في بعد كده؟ لا مفيش. طب لما انا اقول حاجه يبقى لازم تعظيم سلام يا عم ابراهيم. ماشي يا كابتن. لا يعني الحمد لله والشكر لله احنا لعبناها. وبعدين درسناها. وبعدين مارسناها كمان على الطبيعه كمدرب. سلام، ده انت بتقول شعر كمان. امال ايه؟ لعبناها وايه تاني كده؟ قولهم كده ورا بعض. لعبناها ودرسناها ودربناها. يا سيدي. وبننام نحلم بيها. واخد بالك؟ طيب.